يعني لو تعرض عليكي حين ميسرة مرة تانية النهاردة طبعا أعمله. هتعمليه طبعا بنفس المشاهد بنفس أنا التفاصيل؟ أنا فخورة جدا بحين ميسرة ده. من أهم مش هتطلبي حذف مشهد هنا أو هنا؟ لا ما مش شايفة أن في حاجة. أنا مش شايفة أن في حاجة خالص. أنت ما كنت مؤمنة بيها وحاسة بيها الشخصية ومصدقاها قوي وصعبانة عليا وأنا متعاطفة معاها. بحب الفيلم. مشهد غدا عبد الرازق اللي كان بينك وبينها ما تفكرتيش ليه لو انت هتعمليه مره تانية؟ لا ده له هدف. قد ايه البنت اتعذبت وقد ايه شافت المر وقد ايه اتحملت وقد ايه اتبهدلت في الدنيا. الناس انت تشوف النماذج دي امال هتعرف ازاي؟ الناس هتعرف ازاي ان في ناس كده وناس كده؟ ما هو الناس اشكال والوان وانواع لازم الناس تفهم. السينما مرايه.